خسرت شميمة بيغوما الاستئناف الذي رفعته ضد الحكومة البريطانية على قرار سحب جنسيتها، ما يعني استمرار منعها من العودة إلى المملكة المتحدة. لندن عمدت إلى تجريد شميمة من الجنسية، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين الدولية لأنها لم تفكر يوماً في امتلاك جواز سفر والديها القادمين من بنغلاديش. وقال مدير مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات البريطاني الخارجي إن بريطانيا لا تفكر حتى في استعادة الأطفال، فهم يرفضون الجميع. ترى دول أوروبية أن عملية إعادة عائلات مسلحي داعش من المخيمات تعد تهديداً لأمنها القومي، ويشبه بعض مسؤولي الاستخبارات في تلك الدول عائلات مسلحي داعش بالقنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في حال عودتها إلى البلاد. وفي هذا السياق، أعادت فرنسا الشهر الماضي بضغط من منظمات إنسانية وعائلات 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيم، لتضع بذلك حدا نهائيا لسياسة دراسة كل حالة بمفردها والتي كانت تتبعها قبل اتخاذ قرار باستعادة مواطنيها في سوريا أم لا. من جهتها، تؤكد القيادة المركزية الأمريكية ضرورة أن تعيد الدول المعنية بملف عائلات داعش رعاياها من مخيمي الهول وروج في شمال وشرق سوريا، وأن تقوم بإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية خشية ظهور جيل جديد من تنظيم داعش. فالكثير من زوجات مسلحي داعش يقومن بزرع أفكار التنظيم السوداء في أذهان الأطفال لضمان استمرار معتقدات التنظيم. غير أن لندن تسير حتى الآن بخلاف هذا، فما الذي قد يغير نهجها لاحقاً إزاء القضية؟